قطامي وزير التربية والتعليم انطلقت على مسرح قاعة المدينة الجامعية بالشارقة التصفيات النهائية لأولمبياد اللغة الإنجليزية للمناظرة الطلابية على مستوى الدولة بمشاركة 7 مناطق تعليمية، وكانت تدور حول موضوع حرية المراهق. وتأتي هذه الفعاليات بهدف رعاية الطلبة المتفوقين في مجالات اللغة الإنجليزية وتعزيز الدافعية لدى غيرهم، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطلبة في مهارات استخدام اللغة في التواصل بطريقة فاعلة تحاكي المواقف الحياتية بعيدا عن الأسلوب التقليدي. وقد تناولت موضوعات المناظرات محاور عدة، هي مدى حرية المراهق في اختيار أصدقائه ومجال دراسته ومستقبله المهني، واختيار كل ما يتعلق بملابسه ومظهره وقدرته على التواصل مع والديه، وأهمية طاعة الوالدين والالتزام. وفي نهاية المناظرات تم تكريم المؤسسات الراعية للأولمبياد ولجنة التحكيم والطلبة والمدارس الفائزة. نهاية النشرة، إليكم تذكير أخير.